شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي وعيد سعيد. واليوم ثاني يوم العيد، اني وورد وجوري ويا اقاربنا رايحين سفره. الساعه هسه بال11:30، احنا صار لنا ساعه ونص بالطريق، وحزروا وين رايحه، بياده ولا رايحه، اول سفره الي، فرايحين ان شاء الله نقضيها سفره حلوه وتعجبكم. وهسه احنا مثل ما تشوفون يعني استراحة، أول استراحة النم. هنا أنا جبنا شاي وكليتة صميط وهنا بسكت، وهاي أول استراحة. خلينا نشوف كم استراحة هنوقف. بس احنا دخلنا هاي الدولة، وهاي بعدنا هسه شوارعها، نشوف البارك دنبرك السيارة. يوم الجو حلو مشمس، شافوها الدولة كيف عرفتوها؟ احنا جينا مدينة بلجيكا بروكسل العاصمة، وشارعها شارع شلون نقول شارع العرب، مثل ما برلين مثل هامبورغ، بحيث هنا كله اسواق ومحلات مغاربه بالنسبه عندهم. يعني شلون نقولها مثل ما احنا بالعراق نقول الاسواقنا العربيه، محلاتنا كل شيء عندهم. هسه خلونا نصور. هنا دخلنا مطعم مغربي، اكل مغربي. اليوم جوعانين، طريق 4 ساعات ونص، وهاي طلبنا هاي الوجبة برجر. وجبتهم هم يسوون البرجر بيديهم، وهاي الجوري طبعا وجبتها كنتاكي والبطاطس. وهنا همينة هذا اكل، هاي هم بيديهم يسوون، ويحتاج يعني تتبيله تخبر، هي باكل مغربي. خلينا نضبط ونتاكل رأينا. كلها عربي، يعني هم اكثريتها اثاري هذا الشارع مغاربه، يعني يشتغلون ومحلات مغربيه، واكثر شيء مغاربه عايشين فيه. كنا نشوف هسه دولتنا، هنا يحبون الجلابيات والحجابات، شغلات البيت. خلينا نشوف، شوفوا هنا هذا السوق، يعني شغلات تخبل. شلون احنا نقول عندنا بالشورج، سوق الكاظمية، محام القرآن، هاي كل شيء عجبتني، كانت عندي مثلها وانكسرت، فهسه راح اخذ هاي حلوة. شوفوا هنا الشغلات اللي عندهم، هاي الكاسات حلوة، هاي حلوة سامية. جوري حبت ذني، انا بديت اشتغل هاي، بس هي من تنزل هنا اموت، يصير حلوات ويطلع واحد. حبيتيها؟ ايه. هاي هنا شوفوا هاي شغلات الخطوبة، شغلات الخطوبة حلوة، سوالف المطبخ والبيت. هنا عندهم هاي هنا مال الحمامات، هم حلوة. هاي هنا قواري مالتهم. بقى هاي حلوة، شو خلينا نشوفهم. عينا سوالفنا بلدنا بالعراق. هاي همينة حلوة، ما صابون والله حلوة هاي. هاخذ هاي حبيتها، هاي هم حلوة. شو وردة نزمي وردة
على جدي. يلا الملك يا اي ماما بعد خلينا نشوف شغلاتهم. والله حلو هذا المحل حبيته. وهاي الفرشات ايش قد حلوه مال النوتات. مال حمامات. تعالوا منا خلينا نشوف هنا لوحات قرآنية نفس مالتنا. حلوة هنا سلات حلوة ملابس. عندنا محلات التركية والمانية عندهم يسوون. هنا شغلات شوفي هنا السبح التسبيح وياها كتاب قرآن والسبحة سعرها 6 يورو كلش زين بلاش. اخذ لي وحدة. هذا المحل دخلنا له كله قفطانات كلش حلوة الالوان الحلوة. ما شاء الله حلوة منديلات. هون شغلات هاي منديلات معكم منديلات حلوة. شوفوا هذا هنا هم محل كلش شغلات حلوة منديلات. هاي عمي هاي شوفوا هذا الأخضر حلو. شفت الذهب؟ أسود وأخضر. هاي الأخضر حلو. شوف هذا الأخضر. والله حلو. هاي الطاولات التركية حتى تفيد الكنافة. ماني مسوية منهم يعني الكنافة حلوة الطول.
I'm a sushi. اشتغل هذه حلوه كده. دولنا العربية طبعا هذا الشارع هو وكلهم يعني تقريبا نفس المحلات الأثاث يعني الشغلات البيت اكسسوارات المطبخ يعني تحفيات شغلات قلابيات اللي عندهم يعني تحسون عبارك مثل ما قلت لكم دولنا العربية أسواقنا. ناخذ سجاد هنا سجاد معروف بلجيكا وهولندا زين عندهم صغيرهم حلو مزينها هاي هنا عندهم أرز كلش قوية أخذت هاي اختاروا حتى أنا قلت لهم همينة حلوة كلش حلوة شوفوا حتى لونها حلوة سعرها 159-160 نقول حلوة هنا أنا بيت أصدقائنا هي أختها يعني هما مغاربة وزوجها عراقي فأختها هنا بيتها ببلجيكا فجاتي نعايدها اشوف همينة العيد شلون احنا مناهم يعني نفس تقاليدنا وتقاليدهم هنا بيتهم يكون هم على الشارع مباشرة وهاي الصالة مالتهم بعد تشتريه
لا والله ما اريد شيء خلاص. من دفع الفلوس عاد اخو اكو تو بتعلم فحكوا ويانا بدا اصور قالوا انطينا قناه ايش قالوا لا صار اشتركوا بالقناه هاي والله يلا ان شاء الله الفيديو مالتنا يعجبكم وهسه اصدقائنا مثل ما شفتوا ان شاء الله هذا نهايه الفيديو مالتنا وسفرتنا لبلجيكا وكانت سفرتنا كلش حلوه ورحنا نشوف العرب بروكسل كلش حلو كانوا في شغلات عربية بحيث عباك احنا بالعراق شلون بالشورتس وبالكاظمية شغلات حلوة وتونسنا وان شاء الله نعيد سفراتنا على الصيف ان شاء الله نروح